ضمن فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح بدورته الثالثة، شهد مسرح الرشيد اليوم عرض مسرحيته للكاتبة البريطانية سارة كين. ضاق في حبي كرهي، إنهم لاحقوني 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 رغم تعذيبي، يسيرون أخفي ليلا، دعوا مسري وضعوا كاميرانا تراقبني، ما أطبعا تراقبني، ما أفعل، إنهم يرعبوني يرعبوني، غضونهم يرعبني. وقد حمل العمل 48 الذي أعده الكاتب العراقي كرار فياض وأخرجه المخرج العراقي مهند علي الهم الإنساني في العالم كله، سيما وأن كرار فياض استطاع أن ينقل النص من فكرته العالمية وإسقاطها على المجتمع العراقي، حيث الغزارة في الوجع والتشرد والمحاذير السياسية التي جسدها الممثلون على خشبة المسرح. ذهان 48 هو عمل يتحدث عن مرضى نفسيين موجودين بالمجتمع، هو المجتمع سواهم، يعني هي نتيجة هواي سلوكيات داخل المجتمع سوت هيجي ناس موجودين احنا ما ندرديهم، شخصيات معذبة، شخصيات متألمة، شخصيات تعاني بسبب هواي ناس عايشة حياة مترفة وما تدري. الكاتبة كتبت العمل وانتحرت، هي طريقة انتحار الكاتبة هذا العمل. دوري بالمسرحية كان واحد من الحالات اللي براس الكاتبة. المرض يمر بثلاث مراحل عند مريض الذهان. المرحلة الأولى مرحلة الرفض اللي يمثلها مهند. هو يعني نحن نوصل به رسالة، شاكيت يعني من نتحدث عن القضية لازم ندرسها. احنا هسه نتمرن صارنا تقريبا 6 على العمل، فطلعنا شيء حلو، لأن تدري مهرجان ولازم نطلع بشيء يفيد ونطلع بجائزة إن شاء الله. وشهد العمل إقبالا فنيا وجماهيريا واسعا، عبر فيه الجمهور الحاضر عن إعجابه الكبير بما قدمه الممثلون من رؤى وأفكار وجمال من شأنها تقويم المسرح العراقي والنهوض به من خلال رفده بالطاقة الشبابية الواعدة. لنخيل عراقي، غسان عادل، بغداد.